وأن يسوق ليس وقد لم تكن، هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته إذا احتاج إلى الذهاب إلى بلد يؤذي فيه الملتحون؟ تيالا سيغدا نروه تاتيم بونغا توينغا تحانتو لنن كينغ تنغنينغا تتين كان ابن مهد ابن اسم بعد تويمسا مرانا لك يتي الحمد لله بيقر فاجل بين وندي تي عرضنا هذا السؤال تي سوق كان بيدغري بام لكلامه ناس سوق بانكين سابيور بوت الشيخ ابن جبريل ونام دير صوبينغا تي مو كان انا لك يتي بوين اذا كان لا مناص له من الذهاب الى تلك البلاد تي همكم تي ندا هندي تينين نام حتويم سارامبا يا أبطال يبزينغا يا تلنات كينتين كانغا أو كان في ذهاب إليها تقوية المسلمين ما أسبب من هن كينتين كانغا نجي سبب بأهله لا مبحانغا فلا بأس أن يحلق لحياته تي وقت كانغا سامي كم تعال حالة يوت يركبي تسبب ونطوينغي وأما إن كان ذهابه لمغانم الدنيوية لأما همي كم تفوندي تنينغا كيتوينغا بسغا يا دنيين لفولي دي نانتي بوتين كانغا أو كان الأذى الذي يتعرض له يمكن احتماله ما فهم دي جدا وبه يتوب زابا دام بنام هذا تويم سارمبا ينون من فهم تنسي بغتي وقت كان فلا يجوز له حلقها إدبانت وقت كان فسومبي تفونا وتيغم بونغ توينا دوني بواب ينغ ما فونا وتيغم بونغ توينا نون وبهنا نام فولمي كمتي نون أمي ينون فهم تن دي نون مورا يلم توقت كان فسيغدي مع تنبيه لمرة كنا طولي تنيق رحم ببيني على أنه إذا كان يكفي لدفع الأذى تهمي كمي تي أبهي يتوبنا مهدا توي نغرمبا همي كم تفوتين بوغا توي نغنياك بومبيل فنجي توي نغبوغا تي نوان لغن زنغن بس فو دو پانا دي نما فو وقت كان غفو ما نبوتو فو بابون رزان زنغي والله تعالى أعلم أدوين نام لو صوبني نغا زنغي أدمنا نعمل صوب نينغا يد منهم وتولى مرة لكلي سوق ده سوق بوم نينغا.